والله من التسعين اشتغل بهاي الشغله، من كنت افتر بساتين ادور اعشاب، فواحد من التجار قال لي تقدر تجيب الحياق؟ قلت له اقدر. فرحت مع اعشاب لقيت واحد راعي لازم لحياق، يعني خليه مكان حاصرها ما تقدر تنهزم. فجيت لزمتها من ذيلها، ورا ما لزمتها من ذيلها خليتها على قاع مفتوحه، خليت عود على راسها، بعدين لزمتها من راسها وديتها البيش، شلعت انيابها وذبحتها وديتها للدهن مالها. كم حياة صيد باليوم مرات؟ والله رزق، يوم أكو يوم ما أكو، نوبات اثنين نوبات واحدة نوبات ماكو، حتى الصدق لأن هو هذا أمر رزق، وأنا استفاد من عدهن، أخلص الناس من عدهن، الحمد لله والشكر يعني على طول الزمن. شنو أنواع الحياة؟ أخطر أنواع الحياة بديالة؟ هي هاي اليهودية نسميها، أخطر حياة بديالة. ها قلت لك التلدغة الله يرحمها، إذا واحد ويا لا يلحقوا، إذا ماكو واحد ويا قبل يروح يموت الله يرحمه. قمت بعد حتى المستشفى قليل أروح، قليل مو على طول بعد، يعني الحمد لله أكو هم أعشاب أشربها على مود السمالها، على مود ينقل الدم يصفوي يقضي على السم من الداخل الدم، أي جسمي مشبع بالسم، كل ما تلدغنا حية يصير كمية سم جسمي ما يطلع بعد، يمشي بالدم هيش مناعة الحمد لله وشكر عندي. ومن اللدغ يعني بس بالبداية لا كنت خايف، بالثاني مرة ثالث مرة لا عادي عندي. أنواع الحياة اللي عظمت لكم بين خطوات هي أذني بس السامات والعربيد السام يسمو الخبيث الأسود، هم لا دغني هيك، سوق الغزل لدغني هم دازم وكان لدغني هم. والله رحت للمستشفى، مستشفى بغداد، منك طلعت جيت للبيت قبل وهم رحت للمستشفى، هذا أخطر من الحياة السامة اللي عندنا يسمو الخبيث الأسود. وهمك شغلات مثلا شلون اكو حي بيتهم هاي اقول له يعني اغسل بكبريت اصفر، لان كبريت اصفر ما يخلي لا حي ولا عقرب يهزمهن. ونصيحتي لهم اي حي يشوفوها خلي يقتلوها، لا يقولونها فقيره وما فقيره، هي حيه بعد على مود اطفالهم.